يجب أن يتوقع أن استفادة مديرية المنشأة العامة والخاصة من تجربة 40 خبيرا من مختلف المناهج القانونية الأوروبية، مما مكن من تقريب الممارسات المغربية من مكتسبات الاتحاد الأوروبي. هذا الإطار تم وضع مدونة خاصة للحكامة، ومن جهة أخرى وضع قانون جديد للمراقبة المؤسسات العمومية من أجل وضع المؤشرات النجاعة وكذلك تقوية العمل من أجل شفافية أكثر وكذلك تعاقد من أجل تحقيق النتائج المرجوة. بقيمة 970 ألف أورو مول الاتحاد الأوروبي هذا المشروع الذي يحمل رقم 100 من بين مشاريع التوأم المنجزة في إطار سياسة الجوار الأوروبي والذي كانت نتائجه في مستوى التوقعات.